وهي مناسبة نغتنمها لأجلكم للاستمتاع بجمال هذه المدينة البهية مؤهلاتها الطبيعية من شلالات وبحيرات وجدال وسهول وغابات الأرز والبلوط وأشجار السكامور والزيزفون النادرة. صار المعالي إلى دورات مجلس وزراء العدل شكلت على الدوام فرصة مهمة تلتئم فيها صفوة من صفة من رجال القانون ومهندسي العدالة ببلادنا لتدارس ومناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير وتعزيز آليات التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات وكسب الرهانات خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وبعض الجرائم المستجدة. وإذا كانت الجهود المبذولة قد ساهمت في خلق تراكمات مهمة خاصة على مستوى الجلب التقني سواء على مستوى الممارسة الاتفاقية أو القوانين الاسترشادية في إطار ما يسمى بالالتزام الفني، فإن في بعض مكان من القصور ما زالت مرصودة على مستوى عنصر الفعالية الذي يحتاج إلى ضرورة دفع الذكاء الجماعي لنا لخلق آليات تنسيقية وعملية تطبيق أمثل لما تم التوافق عليه. لتبادل المبادرات والممارسات الفضلة في إطار القواعد الثنائية ومتعددة الأطراف ترشيدا للزمن والتكاليف المادية من خلال ما يقوم به كل منا من زيارات أو لقاءات ثنائية قد يكتشف جواهر لدى غيره تحل إشكالات لديه كما قد يرى عنده أجوبة تعطى ردودا على أسئلة غيره. والأمر الذي سبق أن أكدنا عليه مرارا واقترحنا اعتماد قنوات للتحقيق كآلية قضاة الاتصال وقضاة التوثيق التي أكدت التجربة على نجاعتها وفعاليتها في التقريب بين الأنظمة القانونية والقضائية وتسهيل آليات التعاون الدولي وحل العديد من الإشكالات العملية. كما أن العديد من المواضيع الراهنة أصبحت تحتاج إلى تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والممارسات بفعل ما أصبح تطرحه من اهتمامات وتساؤلات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني، خاصة في ظل التغيرات التي أصبح يعرفها العالم كتحقيق حماية بعض الفئات العشة كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحميمية والحياة الخاصة للمواطنين في ظل الاستعمال غير المشروع لوسائل التكنولوجيا وكذا إيجاد آليات مناسبة لتدبير نزاعات الزيجات المختلطة بين مواطني الدول العربية التي أصبحت تتزايد في السنوات الأخيرة وتتزايد إشكالاتها وآثارها السلبية وخاصة على الأبناء الذين يعدون الخاسر الأكبر. هذا زيادة على ما أصبح تعرفه العدالة من تحديات في ظل تعدد المتدخلين فيها داخل جل بلداننا العربية بعد مبادرات توطيد معالم استقلال السلطة القضائية لدى أنظمتنا وما يقتضيه الأمر من وضع ضوابط منظمة لتدقيق حدود الصلاحيات كل جهة بما يضمن حسن سير مرفق العدالة في احترام تام لمبدأ استقلال السلطة القضائية والحرص على تبادل التجارب الفضلى في هذا الإطار بالإضافة إلى خلق آليات للتعامل المشترك كالنظر في إمكانيات خلق تطبيقية عربية للنصوص القانونية والعمل القضائي الوطني. كما أن العدالة أصبحت اليوم مطالبة بلعبي أدوار طبيعية لمواكبة مجالات أكثر راهنة كتحفيز الاستثمار وحماية البيئة والحفاظ على موارد الطاقة وتحقيق السلم والأمن الاجتماعي. أصحاب المعالي والسعادة إن المملكة المغربية الوفية لالتزاماتها ولمبادئه وأخلاقه الأخوة والتضامن والتعاون عازمة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله وأيده على الانخراط في كل المبادرات الإيجابية الهادفة إلى تطوير الشراكة والتعاون المشترك الفعال والمثمر، وهو ما سنحرص عليه من خلال موقعنا بإرادة صادقة وعزم مبصور للتعاون الكامل مع جميع الزملاء من الدول العربية الذين يتقاسمون معنا هذه الإرادة المشتركة. وفي هذا الإطار من الإصلاح وفي هذا الإطار تلقى من الإصلاحات التي شهدتها منظومة العدالة بالمملكة المغربية والأوراش المفتوحة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك بناء على الحوار الوطني العميق الشامل لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا سواء فيما يخص مجال التوطين لمعالم صحيح منظومة العدالة فيما يخص مجال التوطين لمعالم استقلال السلطة القضائية أو ما يرتبط بتطوير المنظومة القانونية وتحقيق النجاعة والفعالية في إدارة مرفق العدالة
عبر التحول الرقمي وتبسيط المصادر والإجراءات وغيرها من الإصلاحات على المستوى القانوني والحقوقي، فإن وزارة العدل المغربية تمد يدها للتنسيق والتعاون وتبادل التجارب والممارسات الفطنة في كل ما اشتغلت عليه من أوراش تشريعية كانت أم تنظيمية أو حتى رقمية. إذا الحضور الكريم أصحاب المعالي السعادة، لقد أثبتت التجارب أن المستقبل للتكتلات الكبرى والعمل الجماعي. ومن هذا المنطلق فإننا مطالبون اليوم بالتفكير في خلق فضاء قانوني عربي مندمج يروم تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها والسعي للاشتغال. تكريس دور هذا المجلس نسوا أن محامي رافع، كما أن من شأن تكريس دور هذا المجلس والدفع إلى تطوير آليات عمله ورفع مستوى التنسيق والتشابه حول جميع المواطنين المواضيع الراهنية أن تشكل عوامل محفزة لتحقيق النتائج المنتظرة. ختاما اسمحوا لي ان اتوجه بشكر جزيل الى كل من ساهم في تحضير اشغال هذا المؤتمر الهام، واخص بالذكر قطاع الشؤون القانونيه بجامعه الدول العربيه والمندوبيات العربيه الدائمه لديها ومختلف ممثلي الوفود العربيه المشاركه في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات التحضيريه على الجهود القيمه التي بذلوها لتحضير جدول اعمال هذه الدوره رغم الاكراهات والصعوبات والتحديات المطروحه وفي مقدمتها الظروف الوبائية التي شاهدها العالم وآخر ما في منطقتنا العربية. ولليقين أن ما يتحلى به بلداننا بالإرادة المشتركة وما يحدوه من رغبة صادقة سيمكننا بعون الله وقوته إلى الخروج بنتائج وقرارات مهمة ومشاريع مستقبلية بناءة لما فيه خير ومصلحة دولنا العربية جمعا. أيها السادة، قبل أن أختم كلمتي أريد أن أعبر بشكر جميعا دولة الجزائر بالتوفيق في عمل القمة العربية. إن شاء الله ستصدر قرارات بما فيها مصلحة الأمة العربية. ثانيا، أنا أتمنى أن يكون هناك اجتماع في المقبل لن يبقى فيه كرسي فارغ تملا جميع كراسة العالم العربي لترتيبات وزراء وكلاء. المهم أن تحضر الدولة، نتمنى في المستقبل يكون كذلك. أريد كذلك أن أتوجه إلى الإخوة في قطر لأتمنى لهم التوفيق في تنظيم كأس العالم، وحتى أبعث إليكم رسالة أجيكم بكأس العالم حتى أن قطر يتعلم التوفيق وكل النجاح في هذه المهام. وأريد شخصيا كاسم كعبد اللطيف أن أشكركم واحدا واحدا. أنتم لا تدرون بحضوركم مكانتم في قلبي وإحساسي ومشاعري، ولا أستقبلكم واحدا 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 رغم أني أعاتبكم لأن منكم ما سيسافر غدا، وأنا أريد أن يبقى معنا كثير من الوقت، ولكن تأكدوا بأن دعوتكم لأن دعوتي لكم مفتوحة دائما لزيارة المغرب، سواء بقيت وزيرا أو لم أبقى وزيرا. ستبقى دعوتي مفتوحة لكم على ضيافة خاصة لتزور المغرب ولتبقوا المغرب. أنتم أقرب الناس إلى قلبي، ولكن لا أريد كذا، أريد كذلك أن أشكركم على الضيافة التي نلتها في زيارتي لدول الخليج من السعودية إلى قطر إلى الإمارات إلى الأردن إلى جميع الدول بدون استثناء. تلك الإشارات وتلك اللقاءات الحميمية التي قربتني أكثر جعلت لي أتأكد أننا فعلا في العالم العربي لنا مستقبل ظاهر، وأن هذه الوجود الحسان التي أحبها الله أنها ستصنع مستقبلا. شكرا لكم جميعا.